أنا هذه الندوة في إطار الأنشطة الاعتيادية اللي كنظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، هي تقريبا الندوة الثانية بعد الندوة الأولى اللي كانت حول الحرية الفردية. هذه الندوة هي حول مساءلة، يعني الهدف الأساسي لهذه الندوة وهذه المائدة المستديرة بالأحرى هو مساءلة الخطاب الديني السائد والشائع، ولما يعني السائد والمنتشر عندنا، إلى أي حد يستطيع أن يخدم القضية الأساسية المتعلقة بالأمن الروحي، يعني مساءلة هذا الخطاب الديني من حيث مفاهيمه وقيمه. هل هناك عوائق داخل هذا الخطاب الشائع تعيق إمكانية تحقيق هذا الهدف النبيل؟ وما هي يعني الهدف الأساسي؟ هو كما قلت مساءلة الخطاب الديني. إلى أي حد يستطيع عندنا أن يحقق الهدف الكبير المتعلق بالأمن الروحي للمغاربة؟ بالنسبة للندوة، يمكن نعتبر أن الندوة مهمة، ندوة تريد أن تدرس إشكالات متعددة وهو الأمن الروحي والخطابات المتعددة. كما يتبين على أنه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يسمى بالتدين الرقمي، يتبين على أنه المغرب يعيش تحدي كبير خاصة في إفريقيا، أو ما يسمى بالصراع التديني والبحث عن التموقع داخل إفريقيا، من بين التدين الشيعي، هناك التدين الحداثي والتدين الوهابي، والمغرب يريد أن يؤكد أنه تدينه هو التدين الذي يهدف إلى التسامح والتعايش ونبذ العنف من خلال رباعي مرتكزاته، وهو المالكية والمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف وكذلك إمارة المؤمنين. من خلال الخطاب الملكي تبين على أنه المغرب يؤكد على أنه يجب نبذ هذا العنف، يجب محاربة التطرف خاصة التطرف الرقمي الآن، من خلال القراءة جديدة للخطاب الديني الرسمي. في المغرب هناك تكامل بين المؤسسات التي يعني تهدف إلى تحقيق الأمن الروحي من خلال مؤسسات، يعني مؤسسة إفتائية، هناك مؤسسة تدبيرية هي وزارة الأوقاف، وكذلك وزارات أخرى تريد أن تصل إلى هذا الأمن الروحي سواء داخليا أو خارجيا. الندوة التي نعقدها اليوم أو المائدة المستديرة هي حول الأمن الروحي والخطاب الديني. طبعا موضوع أعتقد أنه موضوع ذو رهينية كبيرة جدا. لماذا؟ لأن الدولة بنت كاستراتيجية تحقيق الأمن الروحي والمحافظة عليه من ناحية، لكن من ناحية أخرى هناك خطابات دينية متعددة اليوم منتشرة بشكل كبير جدا، سواء على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، وبالتالي هذه الخطابات تمثل تحديا للأمن الروحي والمحافظة على نوع من الاستقرار الديني داخل المجتمع. الأمن الروحي قديما كان يقوم على مبدأ أن المجتمع كله يدين بدين واحد ويدين بعقيدة واحدة ويؤمن بأفكار موحدة، لكن عالم الرقمي اليوم أفرز عددا من الأقليات، عددا من التوجهات، عددا من الأفكار المختلفة والمتنوعة، بما يعني أنه الخطاب الديني اليوم يجب أن يكون متوافقا ومتناسقا مع هذه المتغيرات، وأن يكون في نفس الوقت ضامنا للأمن الروحي والاستقرار داخل الدين داخل البلد، وفي الوقت ذاته أيضا ضامنا لحقوق الأقليات في التعبير عن نفسها، راعي لكل الأديان، راعي لكل الأفكار من باب حرية الرأي وحرية التعبير، وأيضا باب حرية الاعتقاد.